الذي عبر عنه الكثيرون هنا بان قالت الاستغناء عن اكثر من 500 لواء خطوه في الطريق الصحيح، الا انهم افزوا امتعاضهم بعض الشيء حيال تعيين مدير امن جديد للاسكندريه، عليه بعض الملاحظات من قبل اهل اسكندريه ومعنا عدد من النشطاء لنعرف ونرصد ارائهم ازاء هذا التعيين. استاذه داليا، ما رايك في تعيين اللواء غرابه مديرا لامن اسكندريه الجديد؟ وهل ترين الخطوه التي اتخذت بالاستغناء عن 500 لواء خطوه في الطريق الصحيح؟ بدايه الخطوه اللي هو اتخذها وزير الداخليه بعد 300 لواء هي فعلا كانت خطوه على الطريق الصحيح، واحنا اعتبرناها ان هي تعتبر نقطه في بحر الهيكله النظام الداخليه او الضرب الداخليه من بعيد، لكن جينا اليوم بنقل مدير امن المحله الكبرى لوزاره الغرابه ليكون مدير امن الكليه بدليل كل الطاقم. احنا ما بينا في انتياز نفس انتياز النظام الطاقم، يعني تنقلات لافراد كان عليهم كلابات او علامات استفهام كثيره جدا في نظام الطاقم، وكان معروف عن مدير امن طارق غرابه انه كان في المحله الكبرى معاديا، عندما كان مدير امن في المحله الكبرى كان معاديا لحركه 2008، كان معاديا لحركه 6 ابريل مشروع بدايتها في محله
في محلنا الكبرى وقفت بجانب العمال، وكان اعتقد كثير من الشباب الذين كانوا يطالبون. طب ربما بعد التغيير الذي حدث لدور الشرطه بعد الثوره بان الشرطه في خدمه الشعب، ربما دور هذا اللواء تغير، وما مبررات رفض هذا التعيين وهذا الشخص بالذات؟ لا يمكن منطقها ولا من المعقول ان اي شخص كان من ضمن حمايه العمر في شعب مصر انه بعد ثوره 25 من يناير الذي كان تواجه التعذيب والضغط والضغط الداخليه ان يتحول فجاه 360 درجه ويكون مناصرا للثوره. شكرا استاذ داليا. ما رايك في التعيين والتعليلات اللي صورها. يعني ما رايك في حركه التنقلات وهذه الخلايا؟ لا انا فاشل، انا ما ينفعوش.